هل يجوز للزوج أن يمنع زوجته من أداء فريضة الحج؟ لا يحل للزوج أن يمنع زوجته من أداء فريضة الحج، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإذا كانت الزوجة عندها مال ولها محرم مستعد لأن يحج بها وهي لم تؤدي الفريضة، فطلبت من زوجها أن تحج فأبى عليها، فإنه لا طاعة له في ذلك، ولها أن تحج من غير رضاه. لكن إن خافت أن يطلقها فلها أن تتأخر، لأن طلاقها ضرر عليها، وقد قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. نعم.